كثير سألوا بابا بنتك هاي طب ما بتاخد راتب هيك، حكى لهم أنا بنتي بفتخر فيها إنها بتقدم إشي إنساني لأبناء وطن يعني، كمان بنت، وخصوصي إحنا المرأة عنا منتقدة كثير في المجتمع، بس المجتمع لازم يتقبلنا غصبا عنه، لو بدوش يتقبلنا بإرادته بيتقبلنا غصبا عنه، لأن إحنا عنا قوة أكتر من أي راجل. القوة اللي إحنا بنمتلكها، القوة اللي استرجلت فيها أول كأول مسعفة في الأسبوع الأول، بتحدى ألاقيها عند أي شخص يعني.